عاد نقول لي لا جديد تعود تعال واخا سي دراي وقول لي وحتى الشفار تليفون ديال البارح شوف لي انا الصاحبي يلاه دابز جيب لي ها هو الضحيه انا جايبو لك انا غادي نطوح ها الضحيه الشيخ انا جيب لي التليفون ايوا ياك داير بك شي كاي عاد السرقه من عندك ايوا انا شاد وجيب لي التليفون ابار هذا جيب لي التليفون ديال البارح شو هذا شنو دار لك اجينا اجينا الضابط اجي الان راه طويل الاتصال راه تعرف على المعني بالامر وراه سبق وضع شكايه نفس المعني بالامر الدائره الرابعه تحت عدد 2005 بتاريخ 2016/12/20 من اجل السرقه تحت تهديد بالسلاح الابيض والمعني بالامر تعرف عليه والان كتعرفني انا من تلقائي نفسي بان البارح على الساعه 12 قام بنفس الفعل قام بسرقة هاتف نقال إحدى الضحايا اللي كيجهل المواصفات ديالو وكيدلي بأن الهاتف ديال المتحصن من أجل السرقة راه باعو بين قوسين بسوق الجوطية تعالوا والله تشكين 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 هاد السيد قام بسرقة في المنزل تحت السلاح الأبيض ومن المنزل ديالي وهجم على ولدي في قلب الدار بحكم انه قريب من العائله واستغل هذا الظرف العائلي ودخل طلب شي حاجه كاس من الماء وطلب قال لولدي بغيت نشرب ديال الكاس ديال الماء عطاك دخل قال لي دخل مرحبا لان ولد خالتهم بطبيعه الحال بدأ الامر دخل استغل الفرصه دخل لقاه بوحده قال لي واش كان خالتي في الدار قال لي لا ما كايناش صافي دير هي المراه ديالنا استغل الفرصه لقاه بوحده دونك هي هذيك دونك خدا موس من الكوزينه اللي كانت قريبه ليه وسيطر على الموقف ديال تما الولد تخلع الى اخره قال لي عطيني التليفون ديالك حيد لي التليفون حيدو لي قال لي والو تعطيني دابا لاكارت ديالك ديال التليفون تمشي معايا للكيشي باش تيري لي الفلوس ايفيكتيفمون الولد تخلع قال غادي يبغى واحد 50000 فرانك ولا 1000 درهم كاع راه يعطيني وسكوت يمشي بحالته ولا واحد قريب من العائله باش ما يشوهوش الى اخره والام تطور اكثر من القياس ووصل مع توصلت لاكارت الحد ديالها ما بين 3000 4000 الله اعلم داك الشيء راه كاين في المحضر مقيد ولدي وهذا الشيء اللي وقع وهذا الشيء خطير بزاف عاد استغلال كيف تيقولوا الجو العائلي بزاف سطروا بزاف درت شكايه من طبيعه الحال في نهار 3 في شهر 12 الى اخره مشينا لولايه الامن اللي حد الساعه تم القبض عليه من طرف الجهه الادلي كان شيد بهم بهذه المناسبه كان شيد بهم كثير لان تيعانيو من بحال هاد الماركه هذه اللي خارج من الحبس ما كاملاش عليه دابا ثلاثه الاسابيع والمره الثالثه اللي خارج باش خارج وعاوتي عاود تيقول لي باغي نرجع للحبس عاود ثاني بمعنى هنا او شيد برجال الامن ملي تيقوم بالدور هذاك اللي تيدخل الحبس وتيخرج وتيعاود يقومه رجال الامن وهذا النقطه اللي كنشير ليها كثير كنشيد بهم بزاف لانهم ملي تيعانيو وكاين مواطنين كثر اللي كيلوموا رجال الامن ما تيديروش الخدمه ديالهم هذا خطا كبير لان الخطا الكبير كاين في اداره السجون ترازيت سنيه وقصينا راه على فكره توجد
صافي صافي صافي.